امام ولايه طنجه. فاذا بيا كنتفاجئ بواحد الحفره صراحه. خليكم معنا متابعينا الاعزاء بالصوت والصوره، غادي نشوفوا هذه الحفره هذه. طنجة، واش عرفتوا علاش هضرت بالضبط على هذه الحفره؟ كاين اللي يقول لك موضوع ما يستاهلش وكذا، لا يستاهل، لان احنا كرامه المواطن عندنا اولى. ولكن ملي تنهضروا على مدينه طنجه، طنجه الكبرى والاصلاحات اللي كتعرف، عيب وعار لقاو بحال هذه الحفره هنايا، حشومه وعيب وعار. السلام عليكم متابعينا الاعزاء، متابعين صوت العداله من مدينه طنجه احييكم. كنا كنديروا واحد الجوله داخل اولا في قلب مدينه طنجه، وبالضبط امام ولايه طنجه. فاذا بيا كنتفاجئ بواحد الحفره صراحه. خليكم معنا متابعينا الاعزاء بالصوت والصوره، غادي نشوفوا هذه الحفره هذه. شنو المآل ديال سيده كبيره كانت كدوز من هنا، شي واحد ما تيشوفش وزيد وما الى ذلك، واش ما غيطيحش في هذه الحفره هذه؟ حنا تنعرفوا مدينه طنجه، واش عرفتوا علاش هضرت بالضبط على هذه الحفره؟ كاين اللي يقول لك موضوع ما يستاهلش وكذا، لا يستاهل، لان احنا كرامه المواطن عندنا اولى. هذه حفره ممكن يطيح فيها مواطن وممكن يتاذى، ولكن ملي تنهضروا على مدينه طنجه، طنجه الكبرى والاصلاحات اللي كتعرف، عيب وعار لقاو بحال هذه الحفره هنايا، حشومه وعيب وعار. ودابا الاغرب في الامر انها جات واحد الموقع استراتيجي، وكما كتشوفوا من ورائي هذه هي الولايه ديال الجهه. إذا عيب وعار، واش ما دارش المسؤول من هنا شاف هذا الشيء؟ هذا سؤال يبقى نطروح هيا عندكم لمسؤولين مدينة طنجة، وكان معكم ربيع دحاني.